النبي عليه الصلاة والسلام له حديث نراه الآن أمامنا، قال: لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب وتتقارب الأسواق ويتقارب الزمن، رواه الإمام أحمد. طيب، هل هذا عصر الفتن؟ نعم، الفتن دخلت كل بيت، بين الأب وأخيه، بين الأم وزوجها، بين الأم وابنها، الزوجة وزوجها، الأخ وأخيه. أصبحنا في عصر الفتن أيها الأحبة للأسف. هذا الحديث إخبار عن واقعنا. كثر الكذب، نعم، افتحوا على القنوات الفضائية اليوم، الإعلام العالمي يضخ مليارات الكذب يوميا، يعني حجم الكذب الذي يضخه مليارات الكلمات كل يوم، يكذبون على الناس. ربما ما نشاهده اليوم حول فيروس كورونا واللقاحات والإرهاب الذي يمارسونه على الناس، طبعا هذا في الخارج، نحن في العالم الإسلامي الحمد لله ومن فضل الله النسب لدينا قليلة، ولدينا إيمان بالله، ليس لدينا خوف، لأن الموت مكتوب على الإنسان، ولكن نأخذ بالأسباب. فهذا الإرهاب الفكري الذي يمارس اليوم على الناس كله كذب. هذا دليل على صدق كلام النبي: حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب وتتقارب الأسواق. في مكة كان هناك سوق واحد، سوق عكاظ، اليوم في قرية صغيرة تجد 100 سوق، 100 مول تجاري مثلا. إذن يتقارب الزمان، كان الإنسان يذهب مسيرة شهر ليأخذ خبر معين، خبر مثلا إذا مات ملك يأخذ هذا الخبر لينتقل مسيرة شهر إلى مكان آخر، مدة ذهاب وإياب هذا الشخص المراسل. اليوم وأنت هنا في بيتك تعلم ماذا يجري في أي بقعة على وجه الأرض، تقارب الزمان، سبحان الله. من أخبره بذلك أيها الأحبة؟ من أخبره بهذا الأمر صلى الله عليه وسلم؟